الفنانة مي حسن، بنرحب بيكي على بوابة الهلال. أهلا بيكو. أهلا بيكو. رأيكي في 2017 عليكي؟ لا بلاش، أنا في 2017 يعني، عشان أنا لحد آخرها الحمد لله، يعني الحمد لله، بس ربنا يوفق في 2018 وتبقى سنة سعيدة علينا كلنا يا رب. اتضايقتي من الشائعات اللي نزلت حواليكي، شائعات زواج العرف من الفنان الكينج محمد منير؟ والله ديك قلت هو شائعات، يعني هتكلم في شائعات اكيد، يعني ما فيش حد هيبقى قاعد في بيته وفجاه يلاقي نفسه اتبنى له حياه واتبنت له اسره، والموضوع كبير يعني، لان اصحابي كانوا بيبعتوا لي لينكات وكل ما اقرا خبر بلاقيه غير التاني يعني، وهتبقى مبسوط، بس الحمد لله يعني انا نفيت. انا نفيت تحديدا مي حسن اللي اتقال عليك، علشان هي مي حسن هناك، يعني هي في الوثيقه اللي منشوره مي حسن وانا مي حسن، بس تشابه اسماء، بس هو ده اللي انا قلته، هو تشابه اسماء ولا اكتر ولا اقل خالص. في فنانات بتفرح بالحكايه دي، بتقول ان دي بتبقى بتديها شهره اكتر. لا انا مش مبسوطه خالص، الموضوع زعجني جدا، لاني الحمد لله هو موترش علاقه الصداقه اللي ما بيني وما بين منير اصلا يعني، وهو متقبل الموضوع وانا تقبلت الموضوع من تقبله ليه، بس ما مش عاجبني، لان انا طول عمري يعني ايه، حطيني جوه الحيطه ومشيني، فجاه لقيت الحيطه بتقع على دماغي، بس الحمد لله يعني. حصل تواصل ما بينك وما بين الكينج بعدين؟ اه طبعا، انا كلمته وهو كلمني، قال لي بقى لي ولا يهمك وخلاص، هي يعني هم يومين واكيد هيسكتوا وخلاص يعني، فزي ما انت ما قلت شائعات، فخلاص الحمد لله يعني، برضو ان اتربط اسمي في الشائعه بجواز يعني، مش بحاجه تاني، بس الحمد لله احسن حاجه تاني صح. اه والله الحمد لله كده تمام. 2018 وهنبداها ان شاء الله بفيلم البدله، كلمينا عنه. انا وديت البدله مع استاذ وليد منصور، بس لسه ما نزلتش تصويري، لسه ما نزلتش تصوير، بعمل مرات محمد ثروت، حاجه لايت كوميدي كده، فاتمنى ان هي تكون كويسه ويكون وشها حلو عليا في 2018 ان شاء الله. انا اصلا انت ما تعرفنيش، اصل انا من جماهير تامر يعني، ودايما في حفلاته، ولو عندي على الانستا ولا على الفيسبوك هتلاقيني دايما بشير ان انا في حفلاته، فلما جالي الدور وكمان عرفت ان المشاهد معاه، فانا يعني ما تتوقعش، انا كنت مبسوطه جدا، وخصوصا ان احنا الاثنين هيبقى في ما بيننا في ما بيننا كل مشاهدي معاه، وهيكون في ما بيننا زي قط وفار كده، فانا مبسوطه بالمشاهد، مبسوطه بكده. كلمينا كمان عن تفاصيل مسلسل طلب استدعاء. طلب استدعاء مسلسل 60 حلقة، أنا بقدم فيه 60 شخصية، لأن هي حلقات منفصلة، بقدم فيه كل شخصية تتخيلها بتقدمها الست المصرية، ست البيت ومديرة الأعمال والممرضة والخدامة وربة المنزل ومديرة البيت، يعني في فرق ما بين الشغالة وما بين مديرة البيت، أنا مقدمة الاتنين، فربنا يستاهل يا رب، وأنا مبسوطة بيه عشان هيطلع من جوايا طاقة كتير يعني، حاجات مجبوتة يعني، فعندك 60 شخصية. هو كل حلقة بيجيب نجم، يعني لا هو احنا 6 أساسيين، معايا 3 كانوا في عربود، لا مش في عربود، اسمها ايه؟ عرب كاستنج؟ في عرب كاستنج، وهو كل حلقة بيجيب، وعلاء علاء زينهم معانا اساسي، وتقريبا بدرية او ايمان برضو هيبقوا في معظم الحلقات، هيبقوا في معظم الحلقات، وكل حلقة بيجيب بقى هو نجم ستار للقضية، عشان هي قواضي يعني، هي 60 قضية. بعد فوز محمد صلاح امبارح بجائزه الكاف افضل لاعب افريقي، تحبي تقولي له ايه؟ اقول له يا ابو مكه يا غالي انت يعني، ما انا شيرت كده وكتبت يا ابو مكه يا غالي. بص انا دايما ببقى فخوره باي حد مصري، حتى في ذا فويس كيدز لما بلاقي طفل او طفله مصريه بتتقدم، ما تعرفش ليه يعني، ببقى عندي شغف ان هي تكسب وان هي ترفع علم مصر، ايا كان المجال، ايا كان المجال، تمثيل، غنى، رياضه، اي حاجه انا بكون مبسوطه يعني، فخبر ابو مكه ده امبارح خلانا كنا مبسوطين جدا يعني، اول حاجه فرحتني من بعد 25 الحاجات الغريبه اللي كانت عماله اسمعها دي، فالحمد لله. تقولي ايه لاخواتنا المسيحيين في عيدهم؟ كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب، وربنا يعدي الايام الجايه على خير يا رب، وتفضلوا مبسوطين، لاني انا بتوجع والله العظيم، لاني كل مناسبه عندهم لازم تبقى في حاجه، فببقى موجوعه يعني، بس انا ما يعني ان شاء الله متفائله لكم خير، انا متفائله خير ب 2018 عامه.